هذا اليوم غيتسجل تاريخ الجامعة والحي الجامعي. هذا اليوم عطينا فيه الانطلاقة لواحد العمل اللي هو جاد وفعال اللي غادي يتم على مراحل. علاش؟ لأنه الجامعة كما تعرفون أنا أعتبرها ويعتبرها جميع اللي تيفكروا بحكمة هي مصنع لأجيال وصانعي مستقبل البلد ديالنا، اللي انطلاقا من ما ركموه من الأجيال اللي سبقهم عندهم واحد القيم مضافة اللي غادي يزيدوها باش يمشيو بهذه الجهة وبهذه البلاد. فيها عدد من الطلاب محترم، فيها شباب، بالطبع لابد للشباب ان يكون له حضور في المدينه. اليوم المدينه التفتت للجامعه ولمحيط الجامعه بالخصوص، سواء المنتخبين والسيد الولي اشرفت على هذا العمل بنفسها كما لاحظتم ذلك، السلطات المحليه بدات هذا العمل منذ مده ويجب ان يكون العمل مستمر. لدينا ما يكفي من النوادي، الطلاب هم الشباب والشباب هم القادرون أطلع على التكوين، مهمتهم أساس هون أن يتلقوا تكوينا داخل الجامعة ومسؤولية الجامعة، كذلك الجامعة مسؤولة عن نظافة مؤسساتها، ولكن لا بد من أن يكون هناك تضافر في إطار مقاربة تشاركية تفتح المجال وتفسحه لكي يمارس الشباب حقه في المواطنة. المواطنة أخذ وعطاء، ولذلك أنا هذه المبادرة التي اليوم أعتبرها إشراقة في مسار السنة الجامعية. حنا اليوم هنا ان شاء الله باش نشاركوا في المبادره اللي طلقتها الجامعه باش انا نحاولوا نديروا الجمع ديال النفايات اللي كاينه في المحيط ديال الجامعه وكذلك تحسيس الطلبه. هذا الشيء كيندرج في اطار المبادئ والاهداف الاساسيه ديالنا اللي يكون ايجابيا، وبحكم انه مشارك على المستوى الوطني والدولي في مساله ديال اهميه الحفاظ على البيئه، لذلك كان ما كان لنا الا اننا نلبيو الدعوه ديال الجامعه ونتمنى اننا نكون فعلا وصلنا الميساج ديالنا للطلبه. تشوفوا اليوم الجامعه الحضريه لاكادير كل امكانيات ديالها الماديه والبشريه بتعاون مع الولايه ومع الجامعه الطلبه ديالها، كيشاركوا اليوم في واحد الحمله يعني مختلفه ديال النظافه وديال قص الاشجار. والمفرح في هذا الجانب هو انه واحد العدد ديال الطلبه يعني جاو كيشاركونا، وهذا شيء مهم جدا لانه كيخلق واحد الثقافه ديال الاهتمام بالمحيط، ديال الاهتمام بالملك العام، ديال خلق واحد القيم جيده يعني عندنا في المجتمع، وهذا هو اللي مهم وخصنا نمشوا عليه، هو بناء القيم ديال التشارك وديال التعاون من اجل مجتمعنا.